عم تقولي؟ مديحة؟ كنت لسمية المسمة؟ ايه امي، واستقبلتها غادة وليكا برا ناطرتك. لتكون بعدها مشان تسملي بدني؟ ويا على عيونها المسمة ما عم تتركني بحالي. وين تسملي بدني؟ ايه بسم بدن بلد بحالة انا. هاتي لشوف شو بدها. يلا يا رب. طالعة مرتبة؟ بتطيري العقل. لك يا ميت أهلين وسهلين، ساوينا قهوة أمي. أهلين. أمية أهلا ومية سهلة، زارتنا البركة. لك شو ها؟ كل مالك عم تحلي؟ قال بيقولوا إنه الرجال مراية قلبها للمرأة. مبين قديش بيحبك تقبريني. عدي عدي. يقبر قلبي إلهي. أي والله والله أنا يلي بموت علي. الله يخليكم لبعض ويهنيكم ببعض يا حق. وبيني وبيني والله عدنان سقرت وقبضاي وشيخ الشباب. يسرى خانو، أنا جاي بدي أعزمك على جمعة بسملة على روح الشهبندر. أيوة، وليش ما أجت حماتك المصون تعزمني؟ ولا مالي قد المقام يعني؟ لا أيوة، مقامك فوق الكل على رأس الجميع، بس حماتي ما خاصة بهي البسملة، أنا يلي عملتها. مو ببيتها لسمية؟ وليش بقى ببيتها؟ ببيت أبي، ولا نسيتي أنا أني بنت الشيخ عبد الفتاح؟ إن شاء الله بتقبري قلبي على هالخبرية. هيك ها، هي البسملة المقبولة رح توصل بإذن واحد أحد، لأنه هذا البيت أطهر بيت فيكي يا حارة. يعني منقول رح تشرفينا؟ لكان مو لحالي، معي بناتي كمان. معقولة ردلك طلب؟ أنتي مديحة خانو، بنت الحسب والنسب، الأكابر يلي قلبي من جوا بيحبها. يو طبعا موافقة وجاي. يخلي لي إياك يا حق، والله خجلتيني. يو والله بتستاهلي أكتر. تعي لقلك لك شلون قدرانة تتحملي حماتك هالمسمة؟ لك أنا سيرتها بتسنزل بدني. دخيلك هلا بلا على هالسيرة وبلاها لهالسيرة. قولي يسرى، قالت هالبسمة اللي رح تعمليها كل نسوان الحارة رح تحكي فيها، لأ ستي كل الشام رح تحكي فيها، ومقبولة بإذن الله. تعرفي ليش؟ لأنه مديحة خانو معاملتها. وقولي يسرى، قالت